بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا اش تي ستور. اليوم راح نقدم لكم مراجعة صغيرة للجهاز تاع ستارسات تي 30 برو اللي الناس كامل راه تحوس عليه. هذا الجهاز يطبق عليه المثل تاع صغير ومحين وكبار. الجهاز هذا يجي بسعر مناسب جدا، احنا راه عندنا في المحل ب 470,000. الجهاز يجي بسيرفر قوي واللي هو الفوريفر 1.37، واللي البارح كانت عملية ترقية الأجهزة على ستارسات ومست هذا الجهاز، وين ترقى السيرفر تاع فوريفر إلى 1.39 ولا 139. وهذه الترقية تحسبا للأول حاجة للمونديال، يعني لظروف أمنية باش السيرفر يبقى ستابل، وثاني حاجة باش يقدر يكون كابابل باش يسمح أنه تقدر تجدد به بالكود إي اللي هو يعني يقبل الباكاج في اي بي اللي راه تحكي عليه الشركه مؤخرا. على كل حال احنا مش راح نحكوا اليوم على الفي اي بي باكاج اللي راح تطلقوا شركه القوصات مع بدايه كاس العالم. احنا اليوم راح نحكوا على ستارسات تي 30 برو، ومن بعد ان شاء الله راح نحكيوا على الفي اي بي باكاج في فيديو واحد اخر ان شاء الله. اول حاجه كما راكم تشوفوا الباكاج تاع ستارسات الاعتيادي، الجهاز من أجهزة الميني، نعم كيفاش يجي، فيه تونر تاع سينيال، بورت يو اس بي، كابل اتش دي ام اي، بورت افي، بورت اليمونتاسيون، كابل بورت تاع وين تركب فيه الفيش اي ار، بورت يو اس بي، والبورت اف سي 32. هذا هو الجهاز مرة أخرى، نعاودو نشوفوه. شوفوا المكونات نتاع العلبة البطاقة، هي المكونات العادية اللي تجي في أجهزة ستارسات وجيا. عندنا تيليكوموند لي بيل تاعها، وصيابنا ترونسفو تاع الشركة، عندنا فيش اي ار، عندنا كابل اتش دي ام اي صغير هذا اللي تبعثو الشركة في الباطا، و بعض الاكسسوارات. عاودو نرجعو للجهاز. هنا الجهاز هذا واش يجي فيه؟ يجي فيه سيرفر فوريفر، حنا نحكيو دوكا من التحديث الاخير، سيرفر فوريفر 139 لمدة 15 شهر، ويجي فيه ابولو اي بي تي في لمدة شهر فيه كامل القنوات، ولمدة 12 شهر فيه قنوات البيان سبور فقط، الرياضية فقط. يدعم خاصية الملتي ستريم، يدعم الصوتيات تاع بيان سبور. جهاز رائع ثابت ما فيهش مشاكل، ماشي الناس اللي شراتو سواء من عندنا ولا من عند ناس اخرين ما كانش عندهم مشاكل فيه ويشكروا فيه كامل. الجهاز من افضل الاجهزه تاع ستارسات وبسعر مغري جدا. السعر تاعو كيما قلت لكم حنا راه عندنا متوفر ب 470,000 بدون كلي ويفي. هذا الجهاز ما يجيش فيه كلي ويفي، الكلي ويفي يدير 50,000 ولا 40,000 ولا 60,000 على حساب كل محل كيفاش. حنا نحسبو فيه 510,000 بلاكلي تاعو. كيما قلت لكم هذا هو الجهاز، راح ندير لكم يعني مراجعه مره اخرى على الفي اي بي باكاج اللي كنت حكيت لكم عليها حينما تصدر يعني الامور الرسميه. حاليا راه مجرد مقتطفات ورسائل من شركه، رسائل خفيفه ومبهمه، يقولوا فيها كاين باكاج جديد، فيها بيان سبور، فيها الجمهور افريقيا، الجمهور شمال افريقيا، بصح واش راح يكون اكزاكت مازال ما بانش. على كل حال نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. هذه كانت مراجعه اليوم تاع ستارسات تي 30 برو.